أهل القرية كلهم متجمعين لافتتاح جامع بناه أحد الأخوة العمانيين ورفض ذكر اسمه. جامع التقوى، الله يكتب لك الأجر يا رب العالمين. تكبير، الله أكبر. ونحن أهل القرية نفتتح هذا المسجد الذي بناه أحد الأخوة، جزاه الله خير من سلطان أمين. الرومان. آمين يا رب. خير ما نبدأ به الافتتاح بأن اليوم حقيقة أتينا من عمان، وأن ندعو جميعا لأهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين. نعم. طبعا ترجمناهم. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. آمين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. آمين. اللهم احفظ أهلنا في غزة. آمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. آمين. اللهم احفظ أهلنا في غزة. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم احفظ أهلنا في عمان. آمين. واحفظ أهلنا في بنغلاديش. آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. آمين. وبسم الله وتوكلنا على الله ونفتتح هذا المسجد. تكبير. اللهم لك الحمد والشكر. وبعد ما رجعناه خلاص نحن بنروح. ها يا طيب، ما رضى يريد يودعنا اليوم، تعبان يا طيب. خلاص مع السلامة، هذه بيئتك خلاص. يلا هذا بيئة مال انت، نحن نروح. اوكي يا طيب. تم افتتاح المسجد وهذا اللي ما شاء الله. خلاص نحن نروح. قوي والله، دراجة حرمة كذا ورا، والله العظيم يا اخي ما قدرنا نصمخ. ايوه شوف، تعرف كيف عاد تكشف هنا في حبة عيش. الحين متوجهين للعاصمة دكة، فالطائرة أم المراوح. الله يوصلنا بالسلامة يا رب العالمين. الزعيم بوتركي، هلا وسهلا، كيف؟ الله حياك يا ابو طيبة. الحمد لله، الحمد الشاكر. الجولة جميلة جدا، انت الاجمل. الله يعطيكم العافية. هلا والله يا حي الله بالزين. الله يسعدك. حي الله ابو مصعب. والله شرفتونا. والله ما حد مشرفنا الا طيبتك وطيب بصلك. اي والله، الله يطول بعمرك يا رب العالمين. وابو مشاري طق الستايل. لا 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 يا الله ما شاء الله. شوفوا بعد الزراعه ما عاد رضى يلبس كمه او كوفيه على طول. كيف حالك؟ الحمد لله. البنجاليين ما هم بسيطين يا جماعه، عاصمتهم دكه متطوره بمعنى الكلمه. ايش بغيت؟ الفنادق في الشركات العالم الفخمه الفندقيه موجودة، كراهم بالأزان، تركون تنانت الماريوت، وفيها المولات الفخمة، شيء متطور دكة. احنا ساكنين في هذا الفندق، شوف هذا واحد من مئات الفنادق الفخمة اللي موجودة في دكة البنجالي. ما هو بسيط البنجالي، البنجالي فخم. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، سيكيورتي وأمان. لا مكانة زين، أغراضة زينة، الديكوريشن ماله حلو 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 حلو.
شوفوا ما شاء الله تبارك الله. هلو. الحمد لله. شوف ما شاء الله. شوف 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 شيء فخم 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 فخم. أعوذ بالله. هذاك المي زمزم مالهم. المي زمزم. شوف يا جماعة البنجالي ما هو بسيط. شوف الفخامة. هذه قاعة تجلس. بنغالي نمبر ون نمبر ون. بسم الله تبارك الله. شوف نظام الغرف عندهم. أقول لك هذا فندق قديم نسبيا لكنه فخم. شوف الغرفة. يا عيني يا عيني يا عيني. شوف هو قديم نسبيا لكن فخم. فيه 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 من الفخامة. حلو حلو الحين حلو. هذي تكرمون دورة المياه. حلو شغل عادل. تعالى في الدارين كما أكرمتموني في هذا الوقت من أوقاتكم الثمينة. الله يبارك. في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نعبر عما قلوبنا عن فرحتنا عن شكرنا وبالكلام يعني لا نستطيع أن نودي الشكر. أنا أودي الشكر بكلمة الشكر. فنشكر لله تعالى عز وجل ثم نشكر للكرام. الله يبارك فيكم.